أهلا سهام، مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي. إذا تسببت احتجاجات التلاميذ بسبب تقليص العطلة المدرسية بولاية وهران إلى إصابة التلميذة نسرين على مستوى العين نتيجة التراشق بالحجارة والفوضى، حيث تم نقلها إلى المستشفى المؤسسة الاستشفائية الدكتور مجبر تامي بعين الترك لتلقي العلاج اللازم. المزيد مع سارة فرندي. البنت كانت تقراها نهار الاحتجاجات، نهار الاحتجاجات ضربوها. هي كانت في الدوزيام ايطاج الساعة 11 تاع النهار، نهار ثلاثة ضربوها في العين. رديتها للحماية المدنية، جابتها أنا للسبيطار المستشفى. كانوا دايرين احتجاجات يوم الثلاثاء، هي أستاذة قالت لنا ما تخرجوش. كي صونت 11 كاين اللي رفضوا كراطيبهم وهاوتو. هي حلو الثقة، زملاء تاعي قاعدوا يطلوا، أنا كنت واقفة وقاعدة نشوف فيها. هي جات الحجرة وضربتني، هي جفت المدير شافني هودني، زملاء تاعي ما شافونيش. هودني السيرفيان تاعي هودتني وعادت للبومبية، تعافت، هي عجبوني هنايا.